السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم معاكم دردشة على الطاير، نفس الموضوع على تمشي، بسولف معاكم عن التحديث الجديد. قبل تقريبا قبل نص ساعة، اوكي اذا رفع الفيديو يمكن بكون بعد ساعتين او ثلاث ساعات. المهم انه قبل شوي نزلت ابل لايوس 13.1.1، ما في ميزات جديدة. اذا كنت انت اوريدي على لايوس 13.1 او فالتحديث ذا الرقم الثالث نزل، فالرقم الثالث يعتبر بس تعديلات. إذا كنت مثلا أنت على iOS مثلا مثال نزل مثلا 13.2، كيف في ميزات جديدة؟ ليش؟ لأن الرقم الثاني تغير 13.2، هذا ميزات جديدة. إذا نزل بعدين 13.2.1 أنت الرقم الأخير تغير، فبس تصليحات. اللي نزل مثلا 13.2.2 برضو بس تصليحات. فالحين اللي نزل 13.1.1 حق كل جميع الأجهزة اللي عندهم لايوس 13، فتعديل هذا في مشاكل توهم معلنين عنها تقريبا أمس، إنه في الكيبورد الثيرد بارتي، الكيبوردات اللي يحطونها تقدر تنزل كيبورد، تغير الكيبورد حقك الرئيسي تحط كيبورد ثاني، طلعت إنه في مشاكل. ذاك عالي قاعد يتمشى هناك. طلعت في مشاكل إن في تقدر يعني بالكيبوردات الثيرد بارتي ذي تقدر تسوي هاك للجهاز او شيء، تسوي يعني في ثغرات في نفس الكيبورد الثيرد بارتي. فابل على طول نزلت تحديث جديد. فالافضل بما انك كنت على 13.1 ولا 13.0 حدث للسوفت وير هذا، ما راح تخسر اي شيء. فتحديث ما في اي ميزات، فقط سد ثغرات. بتحدثه ما راح يتغير في جهازك اي شيء، الردي اللي في جهازك نفسه. خش الاعدادات عام تحديث البرامج تقريبا اسمه، حدث الجهاز حقك وبس، واستمتع بشنه بسد ثغرات. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. أبي أوريكم غيوم كيف شو سبتي طبعا. أوكي الحين اليوم الجمعة، بكرة الساعة 9 المساء نطلع لايف مثل ما قلت لكم. دحين اكتب لي تحت هنا في الاسئله اللي قولوها، جهزوا اسئلتكم في اللايف قولوها وراح نتكلم عنها. نتكلم عن الايوس، عن الايفون، قلت لكم كلام الرعيد الحين ثالث فيديو تقريبا، الايفون برو ماكس اللي قاعد اتكلمكم فيها الحين انا، وعلى الايفون 11. شوف ميزاته وشوف علي شو الاشياء اللي ما عجبته وش كذا تقريبا. ما ادري شو اقول انا، تقدرون تجيبون علي؟ نا قاعد يتمشى وينه؟ هناك. ف جهزوا تعليقات، ثابت عندي قد 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 قد. فجهزوا اسئلتكم بنطلع نشوف نتكلم. علي بيتكلم تقريبا، انا راح اتكلم عن الايفون بس، علي يمكن يتكلم عن الايربودز لانه اول مره يستخدمها، لانه معطي انا كل الميزات، يعني معطي الايربودز، معطي ساعه ابل الجيل الخامس قاعد يستخدمها برضو. فبنشوف رايه، بنشوف كيف كيف عايش مع الايفون بس. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، تعليقاتكم تحت تهمني. لا تنسوني من فضل دعاكم. خلوا لكم جو كيف، والسلام عليكم.